كانش في اختبارات السنه دي؟ لا ما كانش في اختبارات طبعا عشان الكورونا، بس انا اجتهدت ان انا اجيب حوالي جبت اربع لعيبه، حارس مرمى وثلاث لعيبه. يمكن حارس المرمى ده حارس واعد يوسف صلاح، وبيشارك ولعبنا دوره زد، يمكن بعد فتره الاعداد وبعد ما صفينا لعبنا دوره زد، كانت دوره قويه جدا، كان حققت فيها المركز الاول الحمد لله يعني، وحققنا العلامه الكامله. كسبنا في اول ماتش زد، وكسبنا الزمالك تاني ماتش، عندنا احنا المباريات دي هنشوف دلوقتي الاهداف بتاعت 2008 في بطوله زد، واخر ماتش كسبنا بيراميدز الحمد لله رب العالمين. الاداء كان مهم عندي عن النتيجه، فالحمد لله الفرقه دي جمعت بين الاداء الكويس والنتيجه الكويسه في الدوره دي. زي ما احنا شايفين دي لقطات لفريق 2008، دي في مباريات وديه، دي استعداد لبطوله الدوري. ده كان ماتش الجيش، كان ماتش الجيش ده في الدوري ولا في قبل؟ لا كان في ماتش ودي. فلعبنا ماتشات وديه بعد كده طبعا، قبل دوره زد لعبنا استفدتوا انتوا منها دوره زد طبعا، كان تعداد كويس ليك حتى انك تتعرف على اللعيبه اكتر. احنا في الماتشات الوديه الحمد لله رب العالمين انا عارف قدرات اللعيبه، لكن في دوره زد كان يعتبر مقياس للعيبه ديت هيقدروا ياخدوا بطوله قويه زي كده ولا لا. اللعيبه ابو جزمه صفرة ده، ارجع لنا تاني كده بالهدف ده، ميسي. ده ميسي مسمينه ميسي، هو عمر عاطف مسمينه ميسي، ده من احسن اللعيبه اللي موجوده في البراعم في مصر، من اللعيبه اللي لفتت نظري. لا وفي لعيبه كتيره ليها قدرات خاصه في في في, في الفرقه دي. طب يعني قول لنا اسماء. في عندي من اول عندي حمزه الدجوي، وعندي يوسف محمود، وعندي وعندي صالح، عندي ناحيه اليمين في كريم تامر، وعندي عمر كمال، عندي ناحيه الشمال هشهش، ده يمكن الخواجه مسميه روبرتو كارلوس، لعيب كبير. هشهش ده لعيب كبير. عندي ناحيه الشمال برضو مهند جبته السنه دي، وعندي عمر محمود. عندي في نص الملعب سيف، وسيف ده يعني من احسن الديفندرات اللي موجودين في مصر كويس، وعندي عمر عدوي، وعندي بلال ده العطيه، بلال ده متعه، استضفناه السنه اللي فاتت. لعيب كبير، بس انا الحمد لله وظفته السنه دي بوزيشن غير البوزيشن بتاع السنه اللي فاتت. هو كان بيلعب راس حربه، انا لعبته لعيب نمره 8 السنه دي. عندي كمان في نص الملعب مروان، وعندي بجاد، وعندي قدام عندي حمزه، ده جبته السنه دي راس حرب هايل. راس حرب هايل، يمكن خد احسن من احسن اللعيبه في دوري زيد، وخد الهداف كويس. وعندي ناحيه الشمال في عندي يوسف حلمي، وعندي شندي، وعندي غزالي، عندي ميسي طبعا بيلعب ناحيه يمين، وشول، ومش عايز انسى حد بس عشان ما حدش يزعل، هتورط لو نسيت حد. مش هتعرف تدخل التمرين بكره.